سطر صوت لبنان، ملفنا اليوم عن نقابة المهندسين ما لها وما عليها، وأيضا في انتخابات نهار الأحد كمان رح نحكي عنها، والاتهامات اللي طاولت النقيب وعمل مؤتمر صحفي ورد عليها. اليوم عناوين كتيرة فيها تقوم فيها نقابة المهندسين من بعد سنتين تقريبا على وجود النقيب، شو عمل وين صارت الوعود ببرنامجه الانتخابي. حضرة نقيب المهندسين ببيروت جد ثابت، صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. أهلين. صحيح برنامجك الانتخابي تمحور حول ثلاث مواضيع بالنقابة: الشأن العام، الشؤون الداخلية، الدفاع عن مصالح المهندسين. اليوم من بعد حوالي مرور قدي سنتين إلا شوي إلا شهر معي، شو قدرت حققت حضرة النقيب؟ حضرتك جاي مش الأحزاب اللي وضعوك على رأس النقابة، المجتمع المدني. اليوم المجتمع المدني شو بدك تقله ببرهن نجاحه من خلال هالنقابة؟ صح؟ صحيح. تفضل، شو وين الوعود الانتخابية اللي وعدت فيها؟ شو تحقق منها وشو ما تحقق؟ شكرا أول شيء لاستضافتنا. بالنسبة للبرنامج، مثل ما قلتي صحيح، في ثلاث محاور أساسية كانت ببرنامجي. المحور الأول هو الاهتمام بالشأن العام. نعم. حقيقة خلال هالسنتين النقابة تحولت فعلا إلى مكان تطرح فيه كل القضايا اللي بتهم المهندسين اللي بتهم المواطنين. عملنا السنة الماضية سلسلة حلقات نقاش وسلسلة حلقات مؤتمرات حول أمور التنظيم المدني، حول أمور البيئة، حول أمور السير، حول أمور الحفاظ على التراث إلى آخره، إلى حول موضوع الشواطئ. وحتطلع هالمؤتمرات بكتب، وكانت فعلا مؤتمرات كتير مهمة، بتوصيات حتما، كانت مؤتمرات كتير مهمة، لأنه حضرة يعني ما يفوق شيء 2000 مهندس عمليا، يعني طلنا عدد كبير من المهندسين. والسنة كمان استمرينا بحلقات تانية ومؤتمرات تانية، يعني فعلا كانت النقابة كل أسبوع كان في نشاط معين. هيدا شيء أساسي برأيي، تحويل النقابة إلى مكان للنقاش والحوار والتحاور، يعني كمان مع السلطات. يعني إجوا ممثلي بلديات، إجا مدير عام تنظيم مدني، إجوا مدراء عامين ببعض الإدارات إلى آخره. من جهة تانية طبعا اتخذت النقابة سلسلة مواقف بأمور الشأن العام، بما في مثلا قانون تسوية المخالفات، بما في يعني في مجموعة قوانين، بما في التراخيص اللي كان يعطيها وزير الداخلية بشكل غير قانوني. يعني أخذنا مواقف كتير واضحة وكتير صريحة. طيب كيف بدنا نصرفها حضرة النقيب؟ اليوم بتاخذوا توصيات، عملتوا مؤتمرات كانت ناجحة، أشركتوا البلديات، المهندسين، والعناوين كتير مهمة وبراقة، بس اليوم يعني كيف نصرفها بالواقع؟ كيف نفرضها على الدولة؟ إنه لأنه نقابة المهندسين هي عندها أفكار خلاقة بحل معظم المشاكل، الدولة كيف تتعاطى مع هالتوصيات؟ والله الحقيقة نحن ما فينا نفرض على الدولة. نحن فينا نضغط، فينا نوصي، فينا نقول، وفينا ننبه. وعم بيسمعوا منكم بس توصوا وتقولوا وتنبهوا؟ بصعوبة، خلينا نكون واضحين، بصعوبة. نعم. يعني انت بتعرفي وضع الدولة اليوم، وبتعرفي الضغوطات الموجودة، وبتعرفي يعني الوضع الكتير صعب، والوضع الاقتصادي الضاغط وإلى آخره. فمش دايما بيسمعوا لنا، وبأكثر الأحيان يعني لازم أقول ما بيسمعوا لنا. طب ليش ما بيسمعوا لكم؟ يعني نقابة اليوم من أفضل النقابات الموجودة بأعداد المهندسين الموجودين فيها بوضع، يعني طبعا ليش اليوم النقابة ما قدرت تكون الصوت العالي والصارخ والمسموع اليوم؟ لأن حضرتك جاي من المجتمع المدني، كمان قبلك وقبلك وقبلك ما كانت تقدر النقابة بأي موضوع تسجل فيه وترفض فيه، إن قادرة رفضة
تتبناه الدولة؟ يعني بس هوني قلي عن القطبة المخفية بهالملف. القطبة المخفية هي الدولة. يعني أنت بتعرفي اليوم وضع الدولة اللبنانية، بتعرفي اليوم هل وضع القرارات كيف تتخذ، بتعرفي أنه هالتجاذبات السياسية المتعددة اللي بتجعل أنه من الصعب جدا تتخذ قرارات واضحة، والقرارات دايما بتكون بمساومات سياسية ومحاصصات، وانت بيطلع لك هيك وانا بيطلع لي هيك وإلى آخره، مش قرارات مبنية على أمور علمية واضحة. بس مع الأسف حضرتك عم تنطال حضرة النقيب، يعني اليوم لما بينحكى عن النقابة انه هي ما عملت، مش الدولة ما أخذت بتوصياتها، تنليم النقابة اللي ما قدرت لهلأ يكون عندها هيكلية لها، يعني ما قدرت تفرض هيكلية إدارية كيف بدها تعلي صوتها لحتى ياخذوا منها كل أفكارها ويتبنوها بهالدولة وتصير واقع، إذا مش قادرة تفرض هيكليتها الإدارية. لما تصير النقابة حكومة وتنعطى كل الصلاحيات اللي موجودة عند الحكومة، ساعتها يمكن ممكن، بس اليوم مش هيدا الوضع. النقابة دورها هو دور تنبيه، ضغط، إعلام إلى آخره. طيب وين ضغط؟ ضغط مؤتمرات صحفية، مواقف جريئة عم ناخدها، ولكن مع الأسف يعني مش دايما بيسمعوا لنا. هيدا السؤال. نعم، كنا مننتظر تتحول النقابة يا حضرة النقيب بعهدك إلى نقابة صديقة للبيئة بدل البطون، كنا مننتظر هذا اللي انكتب عنك، ترفع الصوت ضد ممارسات بعض اتحادات البلديات والبلديات المسيئة للمهندسين، كنا مننتظر منك ترفع الصوت بحق تجار الشهادات اللي بيسيئوا لقطاعاتهم، الصوت ضد طريقة تعيين الخبراء الهندسيين وغيرهم. يعني المطلوب منك كتير حضرة النقيب، وعملت مؤتمر صحفي للرد على هالكلام. لا، الحقيقة المؤتمر الصحفي ما كان حول هالكلام اللي رديت فيه اللي على الاتهامات اللي طاولتك وطاولة النقابة. ما كان حول هالموضوع. هيدا اللي صار انه في احد المواقع الاجتماعية طلع شيء عن قصة اموال النقابة. نعم، وأنا عملت بالأموال. صحيح، وانا نعم. عملت مؤتمر صحفي اول شيء لطمن المهندسين انه اموال النقابة اليوم بأمان، وانه رغم الوضع الاقتصادي الصعب ازداد احتياط النقابة خلال هالسنتين. نعم. بس طبعا النقابة من معزولة، من جزيرة معزولة عن الوضع بالبلد، ولازم ناخد تدابير، وبدأنا ناخد تدابير من شان نتدارك إذا صار في هزة كبيرة في البلد اقتصادية ومالية كيف بدنا نحمي أموال المهندسين. ليش ما قدرت التدابير عم ناخدها؟ وليش ما قدرتوا لهلا يكون عندكم هيكلية إدارية بلشت؟ مين معرق لك؟ مين معرق لك؟ سنتين صار لك. فيك تقول اليوم يعني عن جد الأمور مثل ما هي وتكون شفافة، مين معرق لك اليوم؟ هل يعني أعضاء كان من لا كان من الصعب معرقلين عملك؟ خلينا نكون صريحين، كان من الصعب جدا توافق في مجلس النقابة لإقامة هيكلية إدارية جديدة للنقابة، كان في صعوبات. ليه؟ ولكن توصلنا أول شيء لطرح دفتر شروط للمناقصة، توصلنا إطلاق مناقصة، واليوم بدأت شركة عالمية من أول الشهر تشتغل، من أول السنة تشتغل على إعادة هيكلية إدارية للنقابة. هيدي one of the big four يعني، وعم تشتغل وبدأت تشتغل، مفروض بعد 6 أشهر أنه الهيكلية الجديدة تصير موجودة وتتطبق كمان بعد 6 أشهر، والشركة اللي أخذت المناقصة عليها كمان أنه تراقب التطبيق. نعم. فمفروض من هلأ لآخر السنة يصير عنا هيكلية جديدة كاملة للنقابة. رح نتابع نحن وياك حضرة نقيب المهندسين في بيروت جتابات، إنما من بعد ما نسمع موجز لآخر وأهم الأخبار، وطبعا اتصالاتكم ومداخلاتكم. نقطة عصر. خدمات كتيرة بتوفر معها جهد ووقت مع A to Z، إدارة مباني، تنظيفات داخلية وخارجية، تلميع وتشميع البلاط والباركي. A to Z صيانة عامة، حراسة، أمن وحماية أفراد ومؤسسات. A to Z تنسيق حدائق، رش مبيدات وجمع نفايات. A to Z Services دورة شارع كرومو 01-259-259 و70-341-555.
بما أن شعرك هو مرآة لجمالك وأنوثتك، أحرص دوما على الاستمرار بتقويته وتغذيته بواسطة بايو هيرب من ماريناس، لأنه يحفز الدورة الدموية الدقيقة في منطقة فروة الرأس ويمد البصيلة بالغذاء المطلوب. ستحصلين على إنبات شعر جديد قوي ذو كثافة مميزة وتودعين تساقط الشعر نهائيا، والحصول على أظافر قوية وصلبة وذات لمعية. بايو هيرب من ماريناس للرجال والنساء، مرخص من وزارة الصحة ومتوفر لدى الصيدليات. العبوة تكفي لمدة شهرين. للاستعلام 70 444 444. تذكر يا إنسان أنك تراب ولا تراب بتعوب. مورين، أول فيلم تاريخي لبناني. القصة كتير حساسة وبتلامس كتير، كتير حقيقة، كتير فيه مصداقية، إخراج حلو، صورة حلوة، الممثلين بياخدوا العقل. بعده صغير، كيف قبلانينه بالعسكري؟ نقلة نوعية، شيء بيكبر القلب، بيرفع الراس. بس بدنا فينا نعمل شيء على مستوى مثل ما لازم، شيء جديد كثير بالسينما اللبنانية، على قد مستوى عالمي. تفتخر في السينما اللبنانية والسينما العربية. كل شيء بينبنى على كسبة رح بيضلوا كسبة. بطولة كارمن بصيبس، حلوة هالكسبة، منير معاصري، حسن فرحات، غسان مسعود، تقلى شمعون فرجلة، منير كسرواني، واسم خلالاتي، ونخبة من نجوم الشاشة. بدي اخذ حقي بيدك. مريض حصريا بسينما ابراج. فرن الشباك. للحجز 01 2 80 80 2. تشارلي تاكسي اون سيل. اخذنا القرار نكسر الاسعار ضمن بيروت ابتداء من 8000، وعلى المطار بارخص الاسعار. تشارلي تاكسي مش بس امن واوفر كمان. اتصل فينا على 1514 او 01 285 710. كان يا مكان، ام ما بترضى بشو مكان، لعائلتها بتنقي الاطيب من زمان. وبنهار ولدها طلبوا جبنة كشكافال، عالبراد وعرف الكل دلع كافال، ولما للعيلة كلها طعمتها عرفت انه القصة بطعمتها. كافال، جبنة بلغار وكشكافال من الحليب الطبيعي 100%. عالمرفع أسعارنا رافعت العشرة عند لشركتي جالون ماي كاري، 10 لتر بس ب995 ليرة. نحييكم من صوت لبنان ونقدم موجزا للأخبار. لا تزال طريق ظهر البيدر مقطوعة بسبب انزلاق عدد من السيارات، ويتم العمل على معالجة الموضوع. وأدى انهيار الطريق في مزرعة النهر الذي يربط قضائي علي وشوف صباح اليوم إلى قطعها أمام حركة السير. يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري في السراي، وعلى جدول أعمالها 52 بنداً. يباشر الموفد الفرنسي المكلف بمتابعة مقررات السادر ميشيل دوكان لقاءاته اليوم مع المسؤولين، قبل أن يحدد في مؤتمر صحفي يعقده الجمعة مسار تنفيذ هذه المقررات. وقفة مع الإعلان. عالمرفع أسعارنا رافعت العشرة عند لشركتي جالون ماي كاري، 10 لتر بس ب995 ليرة. أعلن البيت الأبيض أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في قمة هانوي. وأشارت الناطقة باسم البيت الأبيض إلى أنهما أجريا مناقشات بناءة حول نزع الأسلحة النووية من الشمال وعن اقتصاد كوريا الشمالية، مؤكدة تطلع الجانبين إلى عقد اجتماعات في المستقبل. وغادر الزعيمان ترامب وكيم مكان انعقاد القمة قبل انتهائها بساعتين. يبحث مجلس الأمن الدولي الوضع في فنزويلا على وقع تجاذب روسي أمريكي، فمشروع القرار الأمريكي المطروح على التصويت يدعو لإجراء انتخابات رئاسية جديدة في فنزويلا تحت إشراف دولي وفتح الأبواب أمام إدخال المساعدات الإنسانية. أما موسكو فتدعو في مشروعها لتسوية الفنزويليين أزمتهم بأنفسهم عبر الحوار وبعيدا عن التدخل العسكري. نفذ التحالف العربي الرابع عملية إنزال جوي إلى قبائل حجور في محافظة حجة في اليمن.
من صوت لبنان قدمنا موجزا للأخبار. نقطة على السطر صوت لبنان منتابع نحن وياكم مع ضيفنا نقيب مهندسي بيروت جاد ثابت. مجددا أهلا وسهلا فيك نقيب. أهلا. هل صحيح يشبه مجلس النقابة مجلس وزراء مصغر بتوزع فيه المقاعد على الأحساب وبنخلق ضغوط ومحاصصة سياسية وخصوصا عليك أنك جاي من المجتمع المدني؟ يعني اللي فيني اقول لك من جهه معينه الانتخابات هيك عم بتصير يعني. نعم. الاحزاب تتفق على لائحه وبيصير في تصويت وعلى هاللائحه. وفعلا انا طلعت من برا يعني جيت هيك عرفت كيف من برا تمام. بس بشكل عام خلال السنوات الأخيرة كان فعلا عم بيكون في توافق بين الأحزاب وتوزيع المناصب على الأحزاب. نعم. أنا هيدا من الأول قلت أنا ما بهمني يعني أنا الموضوع بس بكبل عملك. أنا بشتغل مع المهندسين مهما كانوا مهما كان انتمائهم إن كان انتمائهم حزبي أو غير حزبي بحترمهم. لكن أنا الشيء الوحيد اللي بدي وكنت من الأول كنت أقوله إنه المهندس الحزبي لما بيدخل على النقابة لازم ينقل صوت النقابة على حزبه مش صوت حزبه على النقابة. صحيح. ومن الأول أنا بحكي هيك وأنا عم بحاول فعلا أنه مع الزملاء أنه نوصل لهالموضوع هيدا. بدي ذكر الأصدقاء المستمعين بأرقام تليفونات صوت لبنان 01-205-511 01-325-555 خلوي 76-611-005 وأيضا عبر الواتساب على 76-611-001. من سنة 98 لليوم صار في قانون جديد ونظام داخلي ب 98. كل ما منشوف مهندس بيقول أن أبي عم ترجع لورا. ليش يا نقيب؟ شو عم لأنه, لأنه عدد المهندسين عم بيزيد كتير ومسؤولية النقابة عم تكبر كتير. هيدا شيء أساسي ومهم وإدارة النقابة اليوم غير مخولة أنه تقدر تهتم بهالعدد الكبير من المهندسين. لذلك أول شيء أنا عملته هو هالشيء اللي اسمه إعادة الهيكلية الإدارية. بتمنى أنه من هلأ لآخر السنة فعلا نكون حلينا هالموضوع. بعطيك مثل كتير بسيط. الدائرة المالية بالنقابة صار لها 7 سنين دائرة المالية بالنقابة ما فيها رئيس دائرة. رؤساء الأقسام الأساسية يعني مثلا قسم التوظيفات مش موجود، قسم الدراسات والتحليل مش موجود، قسم يعني دائرة ليش ما قدرتوا يكون موجودين؟ من 7 سنين منه موجود. اليوم عم بعمل هيكلية إدارية تفعلا نشوف كيف بدنا نضبط هالدائرة، كيف بدنا ننظمها، وكيف بدنا على هالأساس نجيب يعني نجيب خبراء ونجيب بدي أقول موظفين مخولين أنه يكونوا يفوتوا بهالمواقع هيدي. السابق جاب 39 إذا الرقم دقيق ولا 50. 39 موظف ما عم بيعملوا شيء. شو القصة حضرت نقيب؟ مش قصة ما عم بيعملوا شيء بس فعلا المجلس السابق قبل انتخابي أقر توظيف 38 حوالي 38 موظف. مع الأسف هالموظفين يلي توظفوا ما في واحد منهم مثلا قادر يكون رئيس دائرة مالية، ما في واحد منهم قادر يكون رئيس قسم الاستثمارات، ما في واحد منهم يعني بالنقابة اليوم ما عندي معليش ما عندي HR. يعني بتعرفي شو HR يعني مسؤول العلاقات الـ بين الموظفين. ما في HR. لما بيختلفوا الموظفين بيطلعوا لعندي عند النقيب يعني. طيب مين بيتحمل مسؤولية يعني هالفراغات بمجلس النقابة؟ تقلك يعني محملينك يقلك تقلك الموضوع مع موضوع طيب بسيط. طيب إلا اليوم يعني افتحنا قلبك على صوت لبنان بعد عندك سنة ولازم تنجح. الموضوع بسيط. نعم. موضوع انه هالنقابة هيدي زادت مسؤولياتها وزاد عدد المهندسين وزاد كل شيء وبعدها كانت ستركتور تبعها يعني الهيكلية تبعها بعدها هيكلية قديمة
يعني بعد هيكلية صغيرة ما عندها الكفاءات الضرورية ما عندها إلى آخره في الإدارة. ولذلك هيدا الموضوع الأساسي اللي عم نعالجه اليوم. وأنا بتمنى يعني رجائي الوحيد أنه قبل ما أخلص ولايتي يكون هالشي تركز وتزبط وتصير النقابة فعلا قادرة يكون عندها النظام الداخلي والإدارة الداخلية اللي بتسمح لها أنه تتحمل كل المسؤوليات الكبيرة الملقات عليها. في سؤال من منسق انتخابات المهن الحرة بحزب الكتائب المحامي سمير خلف من حييك. مع تقديرنا سؤال لك حضرة النقيب لعملك بالنقابة، بنتمنى من سعادتك العمل لتمثيل كل التيارات بالنقابة وعدم إقصاء أي فريق عنا. أي فريق يعني اليوم مش ممثل مش عم يتم الإقصاء بحقه؟ مين عم يعني الحزب الكتائب؟ مع الأسف مش أنا بمثل الفرقاء، يعني مش أنا بقرر أي فريق بده يتمثل. بالنهاية الانتخابات هي اللي بتقرر. المهندسين بينتخبوا وبينتخبوا بأكثرية وبأقلية وبإلى آخره. أنا منفتح لكل الناس، وفعلا من أول ما جيت أنا ما إلي علاقة بأي فريق، أنا منفتح لكل الناس، وكل الناس بيحبوا يشتغلوا يتفضلوا ويجوا لعندي وخليهم يشتغلوا. أين أموال نقابة المهندسين؟ بدنا جداول لأسعار. وين حاطين الأموال؟ بكم بنك؟ عم بيقال أنه حاطين ببنكين، مع أنه يعني بالقانون لازم يتوزعوا. يمكن هالكلام مش دقيق، كيف بترد عليه حضرة النقيب؟ أول شيء نحن في نظام مالي واضح، نحن موظفين أموالنا أو حاطين أموالنا بالبنوك اللي ألفا 15 بنك ألفا. لما جيت كان في بعض الأموال ببنك بيتا، هيدا مش ممنوع في عم بتقلنا أسامي البنوك، هيدا مش ممنوع ب نظام المالي للنقابة، ولكن أنا حاولت أنه أحصرهم بالألفة، وعم نحاول أكتر وأكتر هلأ نوزع بشكل تقريبا متساوي بين البنوك اللي ما كان موجود فعلا سابقا، هلأ عم نحاول نعمله بشكل أساسي أكتر وأكتر. نعم حضرة النقيب، اليوم وين دور النقابة بالمهندسين اللي مش عم بيلاقوا فرص عمل بلبنان؟ يعني نعمل دراسة بسنة 2001 مش هيك، وتوصيات طلعت وبتتجدد كل سنة، بس هلأ من 18 سنة شو صار؟ موضوع سوق العمل شغلة كتير كبيرة. أول شيء عدد المهندسين ازداد بشكل كتير كبير، واليوم بين بيروت وطرابلس عنا حوالي 65 ألف مهندس لبلد صغير مثل لبنان. تاريخياً المهندسين طبعا الاقتصاد اللبناني ما قادر يستوعب هالعدد. تاريخيا كانوا المهندسين اللبنانيين يطلعوا لبرا يشتغلوا بالخليج، يشتغلوا بالعالم العربي، هن اللي اطلقوا البناء والعمران في كل العالم العربي. اليوم مع الأسف الوضع بالمنطقة وانحسار أسواق العمل، الحرب بسوريا، الحرب بالعراق، انحسار أسواق العمل بالخليج إلى آخره عم بيضيق على المهندسين بشكل فظيع. ونحن اليوم فعلا بوضع مأساوي. شو فيها تعمل النقابة؟ عم بتدفعوا الرسومات مدوبلة للي عم يشتغلوا برا، وبالوقت ما عم ترعى مصالحهم حضرة النقيب. لا، قصة الرسومات المدوبلة للي موجودين برا هيدا طبيعي، هيدا قرار اتخذ سابقا وأنا بعتبره أنه طبيعي، لأنه المهندسين اللي بلبنان معاشاتهم أقل كتير من المهندس اللي بيشتغل برا، وثانيا المهندسين اللي بلبنان قسم كبير منهم ما عندهم معاش وما عندهم شيء وبعطلين على العمل. فاللي قادر نحن عنا نحن النقابة تعاضدية. نعم. وكل شيء بالنقابة تعاضدي، اللي بيشتغل كتير بيدفع أكتر، اللي بيشتغل أقل بيدفع أقل. هذا شيء طبيعي ولازم نستمر فيه، وأنا ضد أنه نكسر هالتوشع. هيدا التعاضد أساسي. نعم، بس رسم الانتساب كتير مرتفع حضرة النقيب للنقابة. رسم الانتساب ولا رسوم الـ 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 يعني رسم الانتساب لما بيفوت الواحد على النقابة ولا كل سنة؟ صحيح، هيدا رسم الانتساب مرتفع، وهيدا أقر كمان سابقا، وفعلا عم بالنسبة للمهندسين الجدد عم بيشكل شيء كبير. هلا اللي عملناه نحن انه في اتفاقات صارت مع مصرفين بنكين بيعطوا قروض بدون فوائد
للمهندسين الجدد اللي بدهم ينتسبوا للنقابة قروض بدون فوائد تسدد بعد سنة. يعني هيدا اللي قدرنا نعمله. المشكل الأساسي إنه هيدا قرار اتخذ وقتها من هيئة المندوبين اللي هي جمعية العامة للمهندسين بالنقابة من شان الحفاظ على يعني على مالية النقابة، لأنه فعلا عنا مصاريف كتير كبيرة. بس عندكم مداخيل أكبر وأكبر حضرت لا النقابة. مداخيلنا كتير مرتفعة. مداخيلنا سنة مرتبطة كمان بقصص رخص البناء. السنة أنت بتعرفي أنه بالوضع الاقتصادي الموجود في 30% مساحات مبنية أقل من السنة الماضية. نعم. وهذا دغري بيرتبط بالمداخيل، يعني مداخلنا قبل بتقل من هالناحية. خلينا نسمع نحن ويك فويس مسج. أنا مهندس في أنا وزوجتي بس بكرة رايح أدفع على اشتراك والعلي ببالتي ده بيطلع علي لأنك السنة مليون بمية وخمسة وخمسين السنة ده بيطلع علي. يعني اليوم رقم الانتساب قصده عم يدفعوا عالي، يعني هلأ كل سنة عم بيرتفع عن سنة. اليوم يعني هو وزوجته اثنين مهندسين، هل بعد الأمور على ما هي عليه؟ يعني ديش بدون يدفعوا السنة حضرت نائب عم بيسأل؟ ما رفعنا رسم الانتساب السنة ولا رفعنا رسم الاستشفاء ولا رفعنا أي رسم معين. نعم. رسوم لا تزال نفسها. أنا دايما المهندسين بيقولوا يا لطيف عم ندفع زيادة وعم ندفع إلى آخره. المهندس لما بيجي بيدفع مثلا للأسيرانس للضمان الصحي ما هيك؟ نعم. المهندس العادي بيدفع طبعا حسب هيدا بس بيدفع حوالي 300 دولار. نعم. 300 دولار مغطى فئة أولى استشفى. طيب أي أسيرانس بالبلد تسمح هالشي هيدا؟ نعم. أي أسيرانس بالبلد بتعطي هالشي بعدين؟ نعم. معلش مهندس بيدفع تقاعد ما هيك؟ لما بيتقاعد بيقبض 900 دولار بالشهر، يعني 10,000 دولار بالسنة. يعني عمليا المهندس لم بيحسبون خلال 25 سنة عمل بثلاث سنين أو بسنتين بعد ما يتقاعد بيرجع كل شيء دفعه للتقاعد، وهيدا الشيء مخيف بالنسبة لأموال النقابة. أنا عم بعمل دراسة أكتوارية لصندوق التقاعد لأنه فعلا بعد كم سنة يمكن هالصندوق يفلس إذا استمرينا هيك. فالناس بتحتاج أنه عم تدفع وعم تدفع، بس بالنهاية عم نأمن أسيرانس استشفى درجة أولى، عم نأمن تقاعد للمهندسين، وهيدا شيء أساسي وهيدا شيء كبير وصعب. طب ما في مؤسسة بلبنان عم تقدر تساعد هالقد. هلأ في موضوع كتير قاني وفي سجال حوله، انتو نقابة المهندسين معترضين عليه عن مشروع القانون للواجهة الخامسة. نعم. هو أسوأ من طابق المر، يعني مثل طابق المر ايه هيك شيء. نعم. مع انه رئيس اللجنه بيقول عكس الكلام وراح يكون ضيفنا اليوم. اهلين. معنا مش رئيس اللجنه، لما نحكي مع المهندس طبعا الاكاديمي ميشيل عقل. صباح الخير. صباح النور مدام نوال وصباح الخور نقيب. أهلين ميشيل. نعم. حبيبي خلينا إياكم. نعم. تفضلي. يعني تفضل. بالسؤال الأول أنت كمهندس يعني موجود بنقابة المهندسين اليوم، شو ملاحظاتك هيك بسرعة بتردها على أداء يعني النقابة اليوم؟ ليك باختصار شديد، أنا سمعت سعادة النقيب وبعرف يعني أول شيء صراحته ودبلوماسيته، ويعني وبعتقد انه عمل التوصيف بشكل كثير يعني موضوعي للمرحله يلي مرقت بولايته بهالسنتين اللي مضيوا. لكن عندي يمكن كم فكره هيك او ملاحظات بموضوع مثلا الاحزاب. المجلس النقابي بعامه مشكل من احزاب، وبالتالي يعني ما عم بتكون أوقات مريحة، يمكن هذا الكلام هو ما بيحب يقوله، ما عم بتكون كتير مريحة يعني الأشغال ضمن هالفريق المركب من حزبيين، والأهم أنه هؤلاء الحزبيين مش عم يستعملوا نفوذهم لدى السلطات، ومنهم عندهم يعني طبعا علاقات بما يحقق يعني
أهداف النقابة ومشاريع مجلس النقابة. هيدي يعني ملاحظة. ملاحظة تانية بتتعلق بأموال النقابة. أنا بحب حي النقيب خصوصا بالمؤتمر الصحفي الأخير يلي عقده نتيجة التشويه والتشويش على إدارة أموال النقابة، كان كتير واضح وكتير صريح، خصوصا لمن قال بنهاية المؤتمر الصحفي أنه وقت انتخب راح عند كاتبة عدل ببيروت ما بذكر اسمها اليوم، ووضع لديها مغلف فيه كل هو كل شيء بيملكه هو وعائلته وأولاده وكذا وإلى آخره. أنا بتمنى أنه هذا الأمر يتعمم وأنه كل أعضاء مجلس النقابة وكل مسؤول في أي نقابة أنه وقت ينتخب بيروح بيعمل هذا الإجراء مثل ما بيعملوه بالمجلس الدستوري، مثل ما هلأ عملوا نائب المهندسين، أنه يصير يتعمم على الأعضاء ويتعمم كمان على هذا، بيزيد الشفافية وهذا بيريح أكثر الرأي العام والأعضاء النقابة أنه يعني ما رح يكون في تجاوز القوانين خصوصا ما يتعلق بالأمور المالية. نعم على كل حال نعم. بس اليوم يعني عم بيحكي النقيب أنه يعني ممكن تفلس النقابة فيما بعد، مع أنه يتداول أنه ثروة نقابة المهندسين هي كتير مرتفعة وهي موجودة بعدد كبير من المصارف. يعني هالكلام نعم. أنا الحقيقة ما بعرف بالتفصيل يعني، بس بعرف أنه نحن بنقابة غنية لكن عدد المهندسين كتير كبير مثل ما قال سعادة النقيب، وتقديماتها للنقابة إن كان بالاستشفاء إن كان بالتقاعد، مع ملاحظتي أنه معاش التقاعد يعني شو بقول كتير كتير صغير وكتير 900 دولار ماشي ما بيحرز يعني لنقيب. لكن ممكن من بعد إعادة الهيكلة ومن بعد اللجوء إلى هذه الشركات المتخصصة في درس كيفية توظيف أموال النقابة وكيفية إعادة هيكلة النقابة، أنه نوصل يعني ارتياح أكثر بمسألة أنه ما يكون في مخاطر على صناديق النقابة. وأنا ما بعتقد أنه في مخاطر هلأني على صناديق النقابة. يمكن يلي أصدق ينقال أو الأقرب للحقيقة أنه ما بتقدر تزيد تقديمات النقابة خصوصا فيما يتعلق بالتقاعد. بده يحكي سعادة النقيب تفضل. مرحبا ميشيل. لا أنا حبيبي. ما قلت إنه في خطر إنه تفلس النقابة، مش هيدا الموضوع. لا الموضوع هي. الوحيد أنا إنه يعني استوحيت من كلامك. لا مش هيك. إنه في خوف. لا مش هيك. بس يا ريت بتحط الهاتفون ليسمعك بوضوح. نعم تفضل. لا مش هيك، أنا ما عم بقول أبدا أنه ممكن تفلس النقابة. الموضوع الوحيد أنه الواحد لازم يكون عنده مسؤولية، ولذلك أنا أطلقت دراسة أكتوارية هلأ لصندوق التقاعد عم بتقوم فيها شركة متخصصة، مفروض بعد 3 أشهر يكون عنا نتيجة الدراسة الأكتوارية مع الاقتراحات شو لازم نعمل، لأنه أكبر صندوق عنا مثل ما بتعرف هو التقاعد، وهيدا المهم لأنه هيدا بالمستقبل لازم نعم. في عنوان خطر يعني حكينا عنه، أنت بتعتبره خطر وحضرة النقيب خطر، مع أنه بتعتبره لجنة الأشغال والطاقة والمياه اليوم هو يمكن إنجاز مشروع القانون للواجهة الخامسة. شو تعليقك عليه؟ هل هو صحيح طابق مر أو أسوأ يعني من طابق المر اليوم رح يصير؟ نعم أسوأ، أنا برأيي أسوأ أصلا يعني كل قصة تبادل فكرة يعني هيدي هالبدعة هي انك تستبدلي استثمار او تاخذي استثمار اضافي بعقار مقابل اموال، هيدا بناقض مبدا التنظيم المدني المدني. المبدا الاساسي ما هو التنظيم المدني، بنظم كل الاراضي وبحط قاعد للاستثمار ونسب انطلاقا من قناعته عن كيف بده يخلي هالمنطقة تتطور، قديش بده يكون فيها كثافة سكنية، كيف البنى التحتية بده تكون ملائمة وإلى آخره. يعني الفكرة، أنا ضد الفكرة. نعم. وإذا كان هيدي الفكرة موجودة يعني عم تتكرر، مع أن تجارب ما كانتش ناجحة يعني، حتى بمسألة أنه هيدا الأموال بده تروح خزينة الدولة، لا مش بس الخزينة 80% بالمشروع بيروحوا
للمؤسسة الوطنية للإسكان. نعم، حتى يشجع يعني الشباب على أنه كأنه عم نقول أنه والله هذا المال يعني مال كويس، هذا مال أنا برأيي منوش مال، بدي استعمل كلمة حرام. نعم، وبدهم ما يوخذوني المهندسين خصوصا يلي مشاركين باللجنة، وأنا بتبنى موقف النقيب يلي بيقول أنه لازم هذا المشروع يجي على نقابة المهندسين ويتناقش بلجان مختصة ويتناقش حتى باجتماعات عامة. ما بيجوز تشريع من هذا النوع بيطال كل الأراضي اللبنانية، بيطال كل القرى والملدات والمدن، إلى أنه يمرق مثلا يعني مع احترامنا للمهندسين اللي مشاركين فيه وللنواب، لكن هذا أمر مش لازم أنه يمرق. نعم، بس هلأ يعني أقرته. نعم، لجنة الأشغال العامة بعده اقتراح، بعده اقتراح. نعم طبعا لازم يوصل فيه بعدين. بتقنون أنا بتمنى على النقيب يلي قريت موقفه ويحو قدامي أنه يعلي الصوت، وانه والاحزاب حتى يعني او اعضاء مجلس النقابه اللي عندهم هذه القناعه انه كمان يساعدوا النقيب ويساعدونا حتى نوقف بوجهه، ونحن وياهم بنفكر بمصادر تمويل اخرى. ما بيجوز انه نروح على هذه الطريقه في التمويل على الخط. اذا كان ما هيدا جاي من عقل انه والله استبدال بمال، مثل موضوع الحشيشي ومثل موضوعات أخرى بستحي أني أقولها على الإعلام. ما بيجوز أنه كل شيء نستبدله بمال، وما بيجوز على الإطلاق أنه الأبنية العالية نضف لها، ما بيجوز أنه نتجاوز مسائل العلاقة بالسلة العامة، نتجاوز مسائل العلاقة بمواقف السيارات والاقتصاد السكني وإلى آخره. يعني بحجة أنه بدنا نجيب أموال نتجاوز كل هذه الأمور. أنا عندي بهذا الموضوع موقف حاسم، وعندي مقالة منشورة بكتابي اسمه الواجهة الخامسة سنة 2010، وإني مستعملين نفس العنوان على كل حال. أنا بس بدعي بهذه الدراسة المقالة أنه السطوح أن تتحول إلى حدائق، أن تتحول إلى سولاريوم، أن تتحول خليك معنا. نعم، رح ينضم لنا رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النائب نزيه نجم. صباح الخير. صباح الأنوار. كيف أنا بدك تعذريني لأنه ما بعرف مين اللي معي كذا. اللي معي هو نائب المهندسين في بيروت جاد تابت، وكان عم يحكي المهندس ميشيل عقل طبعا هو موضوع الواجهة الخامسة اللي أنتوا اشتغلتوا عليه وأقرته لجنة الأشغال والطاقة. طبعا على كل حال اليوم في موقف للنقيب معارض، وهلأ سمعت المهندس ميشيل عقل بدهم يتصدوا له بكافة الطرق. شو تعليقك؟ هذا نحن ببلد ديمقراطي ميشيل. نعم، نحن عم نقترح، هذا اقتراحنا بضله اقتراح، بضله مشروع عنون لا يتوافق عليه من المجلس النيابي. بعدين معلش أنا هلأ استمعت له للأستاذ عقل آخر الحديث، أنا بدي أسأل وين شايفنا نحن عم نضرب السلام العامة، أو وين شايفنا نحن عم نخبط بهالقرار؟ إذا بيقروا القرار أو مشروع القرار أو مشروع القانون، إذا بدي نحن عم نقول بالمناطق المحدد فيها عدد الطوابق والارتفاع يسمح بإقامة طابق إضافي ذي طقس منحدر لا يدخل بعام الاستثمار العام، وعدد الطوابق والارتفاعات المسموحة في المنطقة، وذلك وفقا للشروط التالية: أن لا يزيد ارتفاع الطابق المنحدر السائد عن 1.80 متر عن طرف الطابق، وأن لا يزيد ارتفاع الطابق عن 4 أمتار. أما العقارات المبنية والمفرزة إلى حقوق مختلفة يجب ضم المستندات التالية: موافقة كامل مالكي الحقوق على البناء المضاف والمساحة المخصصة للخدمات المشتركة، إفادة صادرة عن مكتب تدقيق فني فئة أولى مسجلة في إحدى نقابتي المهندسين عن قدرة تحمل البناء الموجود بالإضافات المطلوبة، وذلك وفقا لشروط مرسوم السلامة العامة من الناحية الإنشائية. يشترط على طالب الترخيص الاستفادة من مواد هذا القانون أن يكون مالكا لأسهم في قسم من الأقسام المفرزة في العقارات المبنية في حال تعدد طالبي الترخيص للاستفادة من مواد هذا القانون من مالكي الأسهم في الأقسام المفرزة في العقارات المبنية، عندها يعتبر طالب طلب الترخيص مقدم منهم مجتمعين وتوزع ملكيات الأسهم. نحن بسألك شغلة، بدي أرجع أقرأ على رواق
وبدون تشنج، لأنه ممكن نعمل ليش هني ما قريوه حضرتك؟ نعم سعادة النائب، ليش هني ما قريوه؟ أكيد قريينه من النائب الموجود معي وكل المعترضين عليه. نحن عم نطلب قبل كل شيء إنه يكون في للمساحات المشتركة 35 متر مربع، وإنه تكون مغطاية بصورة كاملة من نفط مواد التكسي، وإنه اللوحات الشمسية أو بلوحات شمسية، وإنه يؤمن وصول إليها بصورة مستقلة، أن يكون سقف الطابق مغطى بشكل كامل بالأرميد أو بمواد أخرى تيجي تحديدها من قبل المجلس الأعلى للتنظيم المومي، وأنه يتضمن ما لا يقل عن 15% من مساحة الطابق لوحات شمسية لتولد الطائرة، وتكون مدمجة بالكامل مع مواد تكسي، ويعتبر جسم البناء الخارجي المقام بموجب هذا التعديل كوحدة متكاملة تجاه مواد التكسي. وبعدين حاطين كرايتيريا طويله عريضه طويله عريضه، بس نحن اذا هلا مش عم نقدر نمرق ببيروت، بعدين رح نقدر نمرق من العجقه. انا هيدا اول شيء، هيدا مقسم المشروع لثلاث اقسام. نعم. المباني اللي هن اليوم معمول عليها شاحط واللي عم يستفيدوا كل الناس منها وبيضموها للطابق السكني اللي تحتها، كل اللي عم نقوله بدل عم تضموها لتحت. في تعليق للعقد؟ نعم نعم في تعليق من النائب. ايه معلش، نحن من مستعدين، نحن النائب يعني عملنا معه عدة جلسات، هو بآخر جلستين ما قدر يحضر، ورح نعمل له جلسة جديدة، يعني ما في شيء. نعم بس سؤال، ما قدر استاذ يحضر بدك تحضر استاذ نزيه. انا امبارح، انا اولت امبارح طلبت من اللجنة يبعثوا لي النص النهائي لل، قالوا لي هيدا السر، جاوبوا مديرة المكتب عن انه هيدا السر بعد ما فينا نوزعه، فما بعرف هيك جاوبونا. حضرتك عم تحضر معنا كل الجلسة؟ لا انا بعرف اخر بدي كان اخر نص بس. لا بعد ما خلص، ما نحن بدنا نوزع الاسبوع القادم من الله راد لحتى نحط الحيثيات النهائية مع حضرتك. مش بكره ما عندكم جلسة؟ نحن مشينا بالتصور اللي توافقنا عليه مع حضرة النائب، ونحن تقلك شغلة هي أهم، أنه نصلح سطوح البنايات الواجهة الخامسة ونعطيها هالشكل النظيف، ولا يزيدوا هالبلكونات الإزاز اللي زادوها بكل البلد، يلي فتحوا على كل البلد بلكونات إزاز بكل المباني. نعم على كل كيرتن جلاس، يعني ما عليش بده ياخذونا بحلمهم، رح نحن وياهم نوصل لمحل أكيد بهمنا شكل البلد وأهمية يعني السلامة العامة وكل المواضيع عم نتابعها بشكل حقيقي. نعم. إذا هالمشروع بيلاقي استحسان وبيلاقي موافقة من مجلس النيابة طبعا وبدعم من النيابات، احنا ما عنا مشكلة. إذا ما بيلاقي بيكون هذا موضوع له علاقة بالفكر بلبنان وإذا بدك بالتشريع. نحن عم نقول إنه هذا المشروع مردوده مش للدولة بس، للشباب للسكن. نعم 80% للإسكان. نعم. 10% للبلديات و 10% للقزيم. فنحن ما عم نجيب مصاري نحطها بجيبنا مثل ما عم بنقال، الحمد لله ما عايزين نحط بجيبنا. نعم. نحن عم نجرب نجمل بنايتنا، نرتب هالموضوع بشكل نظيف ويكون في المستفيد الأول مؤسسة العامة للإسكان والجيل الجديد. على كل حال نحن لازم يكون عندنا حلقة بهالإطار، لأنه هيدا موضوع بده حاضر. حلقة وبتكون ضيف ونحن حاضرين تكونوا معنا. احترام للنقابة وللنقيب. نعم. لنقيب الشمال اللي حضر معنا، نقيب الشمال يعني ما عنا أي تخزيني بهالكلمة، ما عنا أي اعتراض، بالعكس نحن دايما نقيب جات، نحن شكرا. ايه بس كنت موافق على كل الجلسات، ليه صوت النقابة معارض؟ ما كنت موجود بكل الجلسات حضرت النقابة. ايه كنت موجود وحطيت كل تحفظاتي وكل ملاحظاتي وقلتها واخذنا فيها يا نقيب، وانت بتعرف التعديلات اللي صارت بالاخر بناء على تعليقاتك. يعني تنشوف انا ما شفته التعديل الاخير. ودي له اياه. شكرا لك رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النائب نزيه نجم. معي بعده موجود المهندس ميشيل عقل، طبعا يعني هذا بده سجل. أنا سمعته بس بدي بثانية إنه دخلص المداخلة، لأن في عندي عناوين عن النقابة ما حكيتها، تفضل. أنا لا، أنا حكيت اللي بدي أقوله بموضوع النقابة، بأموال النقابة، بموضوع الهيكلة، وبموضوع يعني الضغط إذا بدك. شكرا. ممكن لأنه النقيب يعني وصف النقابة انه هي بتعمل ضغط، بتعمل توجيهات، شكرا لك. مشاريع
بدي أقول بس ملاحظة عامة، إنه مشروع بهذا الأهمية يجب أن يدرس في نقابة المهندسين، يجب أن يدرس من قبل معماريين، يجب أن يدرس من 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 أنا مع أنا مع إنه الحل. شكرا لك. لما تقلت الوجهة الخامسة ما أنا عامل جهد. ميشيل ميشيل أنا بكرة أنا بكرة داعي كل داعي هيئة المندوبين بالنقابة لاجتماع من شان نناقش هالمشروع. وشكرا. أنا رح يكون موجود نقيب. أهلين أهلين. ونحن رح يكون عندنا حلقة حول هالمشروع لنحكي ما له وما عليه. شكرا لك المهندس ميشيل عقل. اليوم شركة التأمين بالنقابة ليش هالقد عم تاخد من السجال؟ يعني في كتير ملاحظات حول أدائك حضرة النقيب فيما يتعلق بشركة التأمين، ليش؟ حقيقة أنا من الأول إن كان السنة الماضية أو السنة أصريت إن يكون في مناقصة بشفافية كاملة، وفعلا اللي حصل إنه عملنا دفتر شروط، هو هالدفتر الشروط السابق اللي كان موجود حسننا فيه، أدخلنا فيه بعض الأشياء الجديدة إلى آخره، أطلقنا المناقصة في هالدفتر الشروط، جزء اسمه الجزء الإداري والظرف الإداري والظرف المالي، ومثل ما بيعملوا كل المؤسسات نفتح بالأول الظرف الإداري، منشوف أي شركات هي فعلا قادرة أنه يعني تمشي حسب الشروط الإدارية، اللي بتمشي بالشروط الإدارية بنفتح لها دفتر المالي، بنفتح لها ظرف المالي. اللي حصل انه ان كان السنة الماضية او السنة في بعض الشركات ما قدروا يجيبوا احدى الوثائق الاساسية اللي عم نطلبها، اللي هي براءة الذمة من هيئة مراقبة شركات التأمين في وزارة الاقتصاد. شو هبتعمل هالبراءة الذمة؟ هالبراءة الذمة بتقول انه الشركة عندها الاحتياط الكافي المطلوب منها قانونا مجمد ومطروح في البنك، انه الشركة هيدي عندها كل الشروط الفنية المطلوبة قانونا، وانه هيدي الشركة قدمت الدفاتر حسابات تبع السنوية صدقة من مكتب أوديتر. فشركة اللي ما قادرة تجيب هالورقة من هيئة مراقبة شركات تأمين بوزارة الاقتصاد، طبعا نحن ما فينا نقبلها في النقابة. في اتصال بناخده سوا، مين معي؟ تونس جمي المايك. مرحبا تونس. مرحبا نقيب، كيفك؟ منيح وانت؟ كتر خير الله نقيب. نحن ثقتنا كبيرة فيك نقيب بالإشياء اللي عم تعملها، الكان للبلد والكان بنقابة المهندسين، ومنشد ايدنا على ايدك، وان شاء الله هاي الانتخابات اللي جاية تقدر تقوي لك فريق العمل اللي عم بيساعدك مشان تقدر تدفش الامور لقدام. شو الله، ممنونك تانوس. يلا ميرسي ميرسي. شكرا شكرا لك. اليوم ليش عم بينقال؟ بس باختصار حضرة النقيب، ايه هيدا ما فيني ما مرق السؤال، انه بدل ما انتو تفرضوا شروطكم على شركة التأمين، هي بتفرض شروطها بالآخر. وصحيح اللي عم ينقال انه نفس الشركة تقدمت باسمين، بس هيك على الهامش. لا لا مش مزبوط، مش مزبوط. اللي حصل في شركتي تأمين، مش رح أعطي أسمائهم، رح أقول A و B، هالشركات التأمين اثنين أخذوا نفس مكتب شركة الإدارة، يعني في شركة تأمين وفي شركة بيت إدارة، صحيح عندهم نفس شركة الإدارة ونفس معاد التأمين، بس كل وحدة منهم عطت أسعار معينة، وهذا طبيعي. أنا استشرت كل الناس قالوا لي هذا طبيعي، لأنه شركة التأمين كل وحدة بتعمل الريسك تبعها بطريقة معينة، والحكي أنه شركات التأمين توافقت مع بعضها وكذا واتفقت مع بعضها، ما بيطيقوا بعضهم شركات التأمين. اسألي كل الناس اللي بيعرفوا بهالموضوع، ما بيطيقوا بعضهم ومستحيل يتفقوا على شيء، بيضلوا يخبطوا ببعضهم بأي لحظة. نستقبل اتصال من معي. ألو مرحبا، يعطيك العافية. يا أهلا وسهلا. تحياتي لك وللنقيب، بس في عندي بس سؤال للنقيب. حضرت معيب بخصوص الأسيرانس بالنقابة، بتمنى منكم بس تنظروا بعدل المهندسين اللي بيشتغلوا في لبنان، بخصوص من ناحية المهندس المضمون اللي بيدفع قد وقد المهندس اللي مش مضمون، مع أنه عليه تركيب للوراق وبيتعذب أكثر ودوبل، وبتعرف أنت عذاب وهيئة الضمان ومؤسسات الدولة. هاي نقطة.
ونقطة تانية صارت معنا كذا مرة، وأنا على الصعيد الشخصي اللي أنا مهندس ومدامتي مهندسة عم نتعذب كتير كذا مرة. صرنا ومبارح بعد نعمل عملية لابني عمره 3 أشهر اتعذبت سوري يعني عذاب الحرامية لقدر جيب الموافقة بسرعة، ما بعرف هيدي الشركة سوري رح أقول اسمها نكست كير عم تعذبنا كرمال. أنا صارت خبرتي معها 4-5 مرات وكرمالنا لورا معها، عم نترحى مع أيام الأسرانس الأبل بكل صراحة بكل شفافية، وأنا عم بحكي من بدون أي خلفية حضرت النائب. بتمنى بس شوي بس تتحسن الاستشفاء من ناحية النائبة ومنسي لها. شكرا تفضل. اول شيء اهلين اهلين زميلنا. اول شيء بخصوص قصة المضمونين والغير مضمونين، انت بتعرف انه صندوق النقابة هو صندوق تعاضدي، ونفس الشيء مطروح على المضمون وغير المضمون. فعلا نحن الاسيرانس تبعيتنا بتغطي يعني فائض الاشياء اللي ما بيغطيها الضمان، يعني درجه اولى و و و، ولكن كمان بنفس الوقت المضمون وغير المضمون لما بياخد تقاعده بياخد نفس التقاعد، يعني عمليا المضمون عم بياخد من جهة من الضمان عم بياخد نهاية خدمة، ومن جهة تاني من النقابة عم بياخد تقاعد، بينما اللي مش مضمون ما بيطلع له نهاية الخدمة. يعني بدك تشوف كمان نحن نظام تعاضدي، كل المهندسين متساويين. نعم هيدا واحد. اثنين، الموضوع الثاني قصة شركة الأسيرانس. صحيح أنه عم بيجيني كتير شكاوى عن قصص صعوبات الحصول على موافقة إلى آخره إلى آخره. أنا فيني أقول لك بس وهذا حقيقي أنه النقابة مفتوحة لكل الشكاوى. أول واحد عنده مشكل بيتصل، ما يتصل بنكست كير ولا بيتصل بشركة، عنده مشكل يتصل مباشرة بالنقابة. موجودين الناس، يعني إن كان رئيس الدائرة أو الأطباء اللي بالنقابة عم بيشتغلوا ليل نهار ليساعدوا المهندسين اللي عندهم صعوبة. إيه لأنه في أعداد كبيرة عم تدخل على هالنقابة. صحيح نعم. صحيح. يعني فعلا أنا بدعي كل المهندسين اللي عندهم مشاكل بقصة الاستشفاء يتصلوا بالنقابة، لأنه عم نحلها، عم نحل كل الأمور. يعني وفيني أقول لك من هلأ أنه عمليا كل الناس اللي بحق لهم حسب نظامنا أنه يتغطوا عم يتغطوا بدون أي مشكل. كمان اتصال مين معنا؟ صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا للنقيب الله يعطي ألف عافية. عندي سؤال إذا بتريد للنقيب بالنسبة ل عم بيشوف في زمور. ليه؟ شو هيدا؟ عم بتكبس بالتليفون أنت وعم تحكينا. ألو. إيه تفضل. إيه بالنسبة لطابق المر اللي كان معطى سابقا اللي دافعه خلصت مدته 3 سنين ما قدر نفذ، بتروح عليه واللي معه رقم وبعد بدافع بتلاقي إنه له حق يرجع ياخده. فيها نعرف حضرت نعيد في شيء بهالخصوص؟ لو نحن دفعنا الرسم كامل من 20 سنة ما عم نقدر ناخد حق في إعادة الاستثمار، لأنه هذا بدل أرض وهمية، وهذه بعتيد اختصاصه لحضرة النائب. شكرا لك. حقيقة هذا مش اختصاصي زميلنا. أنا ضد طبق المر كنت بالأساس، وضد كل شيء اسمه يعني زيادة. تحايل على تنطلع مصاري، تحايل تنطلع مصاري. أنا برأيي الاستثمار يعني التنظيم المدني يحدد معدلات استثمار، ومعدلات استثمار بلبنان مرتفعة جدا 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 مقارنة لباقي دول العالم. يعني معلش، وهيدا عم بيأدي أنه ضياعنا عم تروح، وانه بطون وين ما كان، وانه ما عاش عنا لا خضار ولا بيئة ولا اراضي زراعية ولا شيء. ولكن هيدا موضوع حقيقة اداري، هيدا بدك تشوفه مع التنظيم المدني. انا ما عندي. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. خلينا ناخذ فويس مسج. يمكن ما ليش 25 سنة عمل انتو ما عم تقبلوا الا سن 64؟ يعني المهندس بيكون عمره 23-24 سنة خلص، يعني 40 سنة عمل، ما مش لفلفة يعني ونحكي نقول 25، 40 سنة عمل. نعم مش 25. طيب إذا بتريد زميلنا، طبيعي انه المهندس يكون بال64 ياخد تقاعد، بدك ياخد تقاعد بال40 سنة عيب.
المهندس لازم يجي. أنا عمري 75 سنة وأنا بعد ما تقعدت، والمهندسين فعلا بكل بلاد العالم اليوم عم بيزيدوا سن التقاعد. فإذا شو سن التقاعد؟ ليش عم بيزيدوا سن التقاعد بكل بلاد العالم؟ عم بيزيدوا سن التقاعد بكل بلاد العالم لسبب بسيط، لأنه الحياة عم بتطول. بالزمانات كان الإنسان يموت عمره 50 سنة، اليوم الحمد لله بسبب تطور الطب وإلى آخره الناس بتعيش أكتر. طب بحال وفاة المهندس حضرة النقيب، بحال وفاة المهندس تقبض عائلته؟ الحقيقة هيدا نظام موجود سيء، ولكن كمان مرة أنا الدراسة الأكتوارية عم بعملها لصندوق التقاعد تشوف إذا فينا نحسن هالشي. قبل زيادة $900 أنا بهمني زيد لأرملة المهندس، لأنه اليوم أرملة المهندس لما بيموت المهندس بتقبض $300، ولاده الصغار بيقبضوا كمان $300، يعني حرام هيدا شيء. إذا فينا هيدا نزيده أنا بدي زيده أكيد. نعم، على كل حال يعني موضوع المندوبين عندك مستقين حضرة النقيب، قال بتقعد بجلسات 3-4 ساعات وما بتعطيهم 3 دقايق تتشرح لهم شو عم بيصير. شو هالحكي؟ مين عم بيقول هيك؟ هيدا من قلب النقاب. خلينا نسمع فويس مسج. مين عم بيقول هيك؟ يلا يخبرني. بضحك، أنا مهندس واغلب خبرتي بكندا مش بلبنان، ومع جنسية كندية وفايت بالنقابة المهندسين بكندا وما في عندي اي مشكلة. رجعت على لبنان، صار لي 20 سنة كنت تقريبا بكندا، رجعت على لبنان جيت بدي فوت بالنقابة، شو بدو يدفعوني كل السنين من وقت اللي تخرجت من الجامعة لحديت اليوم، وانا ما بحياتي انتسبت على النقابة. بكندا اذا واحد فات على النقابة وما دفع على سنتين بيرجعوا بيدفعوا السنتين، بدو يرجع يجدد اشتراكه، مش بيدفعوا اشياء بعد من وقت اللي تخرج من الجامعة لحديت هلأ، بيدفعوا من وقت اللي فات على النقابة الاشياء المكسورة عليه. شو هالبلغصة هايدي بلبنان وهالضحكة على العالم هايدي؟ ما بحياتي رح فوت بهيك نقابة. انا بضلني بكندا وبضلني مهندس بكندا وبضلني بالنقابة كندا. ممنوع. نعم، تفضل حضرتنا. هيدا الحقيقة مش انا، مش النقابة، هيدا قانون. هيدا القانون تنظيم مهنة الهندسة يقول انه المهندس لم بده يفوت على النقابة بده يدفع رسوم من أول ما تخرج. هيدا معمول من زمان، هي قانون أقره مجلس النواب. نعم، على كل حال اليوم إذا مهندس خالف القانون وما احترب قدام المهنة، قادر النقابة تاخد أي تدبير تأديبي بحقه حضرة النقيب؟ في شيء اسمه فعلا مجلس تأديبي، قدرين فعلا ناخد تدابير، بس لازم يكون ثابت المخالفة. نعم، على كل حال آخر فويس مسج ولا ما بنقدر لأنه خلص الوقت ناخده. أوكي، آخر ست نوال عليكم النقيب. أنا عندي بنتي بتدفع $800 اشتراك سنوي بنقابة المهندسين، شو السبب؟ نعم، هيدا حكيني السؤال. إذا بتريد هيدا في بقلبه الاشتراك للنقابة، في الضمان الصحي وفي التقاعد، هودي ثلاثتهم بيعملوا $800. وهال $800 مثل ما عم بقلك بتدفع اليوم $800، لما بتتقاعد بتصير تقبض $900 كل شهر. نعم، مش بالسنة. طب في مخالفات كمان بناء متعددة بعت لنا ياهون، كيف بتفسرها حضرة النقيب؟ عن جد في كتير عناوين من إذا بدك تجيب رخصة في قهر وزل وظلم، وفي تجاوز كتير للمخالفات البناء اللي صارت تتجاوز موضوع الأمطار القليلة وأصبحت تتعديها إلى الطوابق. يعني مخالفات كثيرة، بس النقابة المهندسين من شرطة ولا تنظيم مدني، يعني نعم. من إحنا ما فينا نعمل شرطة نروح نركض بكل البلد نشوف مين خالف مين ما خالف. نعم، شكرا لك حضرة النقيب، نقيب مهندسي بيروت جد ثابت. بختم هاللقاء كنا لايف فيسبوك عبر صفحة صوت لبنان فويس أوف لبنان، لكم أطيب أمنيات وتحيات نوال لي شعب ودليدة غانم والمخرج جورج العلية.